دمك سم. بزورك التان النية السليمة مش المطحونة. بزورك التان أمام الكام أهي. أوكي، بزورك التان من الحاجات اللي أنا بستعملها دايما. زمان عملتها أعتقد في الكركديه، فاكرين؟ يس. النهاردة هعملها مع البنجر، وهبتدي اوريكم ازاي بتعمليها. الاول قبل ما نبتدي هنا هوريكم. خلي هنا دلوقتي. هتجيبي كازارولا او حل، هتحطي فيها ملعقة كبيرة مزلقطة من بذور الكتان السليمة، بدوس عليها اهو عشان الناس تفهم. لارج، ملعقة كبيرة من الفلاكسيد، بذور الكتان. يس. وعليهم ملعقة كبيرة برضو مزلقطة، او ملعقتين لو عايزة اللون يكون اقوى، من البنجر الني المبشور. انا هحط معلقة عشان انا عاملة كمية اوريدي جاهزة، بس انتي محتاجة لون فتحتاجي ملعقتين. تمام. وهتحطي عليهم ماء الزهر كمية تغطي. تقدري تنقعيهم من بالليل، يعني ده انا هسيبه يتنقع من بالليل في ماء الزهر. وهتحطيه على النار. ماء الزهر هيضيع ريحة البنجر وهيخش يبوس في بذور الكتان الشقية. الحياة هنا هتتجوز. دلوقتي انتي حطيتيهم، مش فاضية دلوقتي، انقعيهم وبكرة الصبح جوزيهم. هنسيبهم هنا على جنب يتنقعوا او يتجوزوا على حسب ما يجيلي مزاجي. انا محضرة العفريت من الاول. هجيب حل اللي انا نقع فيها بذور الكتان المغلية بتاعتي. وبسم الله الرحمن الرحيم. وكل مرة اجي اشغله ماشتغلش، معرفش ليه، في حاجة غلط. مفيش حاجة غلط. ادي بذور الكتان مع البنجر مغلية شوية، هاخد منها نص كمية. بتحسي انه بقى شبه المربى. بذور الكتان المغلية مع البنجر على النار هتاخدي مني حاجة جبارة. استني ما تروحيش حتة. هتجيبي حاجة اسمها مسك جاهز ابيض او صابونة كده زي ما هو عندي. هتاخدي منه حتة اللون فوق الخلطة دي. المسك هينزل يسيح، انتم مش شايفين عشان حلة سودة، بس انا هوريكي بعد كده في حاجة بيضة. بينات البنجر مع المسك مع ماء الزهر مع بذور الكتان جبارين. هتعملي ايه يا ابي؟ هوريكي حالا. ابخر بس شوية واجهزه وادفيه واسخنه في الحل، وسيح المسك بتاعي امامكم اهو. المادة اللزجة بتاعة بذور الكتان ابابور. تاني عشان في حتة سليمة. ريحة المسك تجنن وهو المطلوب. عيالك
هيخشوا البيت يقول لك الله يا مام ايه الريحه الحلوه دي. يس هي دي ريحه اللي هتاخديها مني بعد لما تخلصي. هنبتدي ونقول كمان بذور الكتان المغليه مع البنجر مع ماء الزهر متغطيه فيها، بتحطيها على النار وتتغلي وبتبقى بشكل المربى كده اهي. انا هزود الكميه هنا عشان انا محتاجه كمان، هي جاهزه اوريدي انا عاملاها الصبح وابردها لانها سخنه دي هتحرق لي ايدي لو مسكتها. ادي الكميه هي على النار حاليا وهبتدي اوريكي الخطوات اللي جايه. هديكي حاجة تستعملينها بالنهار. اهي يا خنيس. ياس مش عملنا ماسك نكمل. ما هو ده صاحب الماسك اخوه. هتيجي على الخامة بتاعتك اللي انت عاملاها السهلة البسيطة اللي مش مكلفة على فكرة، رخيصة. هتيجي عليها بالمصفاية او الشاشة او القماشة بتاعتك، وهتبتدي تصفيها وتاخدي الخلاصة. الخلاصة من ايه؟ من بذور الكتان والبنجر مع المسك مع ماء الزهر او ماء الورد، وهتبتدي تعصريها في شاشة او قماشة وتاخدي منها الخلاصة الفاينل. يعني here we go. يا رب ما تحرقش ان شاء الله يعني. واعصرها واخد الفاينل من البنجر. انتي اوكسيدنت البنجر سخن. او ماي جاد سو هوت. ما تخافيش وشك مش هيلزق منه لانه ما فيهوش اي ماده سكريه لزجه يعني. وعلى بال ما انتي تنحرقي زي ما انا انحرقت كده يا رب، خلي بالك ما تستعملوش وهو سخن قوي. بس انا بستعمله سخن عشان انا فيديو لايف، فانا لازم انزلك كميه كافيه عشان اوريك هتعملين فيها ايه. من انجح الوصفيات اللي نجحت في امريكا البنجر والكركديه. البنجر والكركديه من الحاجات اللي بيدخلوها في المواد التجميليه للبشره وللروج لللابستيك. بحاول اعصر واخد اكبر كميه منه عشان استعمله كسيروم للنهار. المادة دي مادة فعلا خلابة. هلو يا بت محروق. انا كده صفيته، امسح المهزلة واغسل بداياتي واكمل لكم المكونات اللي جاية. اللون حلو قوي والريحة حلوة جدا. ريحة البنجر مع المسك حيلة رهيبة جبار. اتمنى ان انت تاخدي بالك من اللي انا بقوله في الفيديو ده. ليه؟ لانه فعلا بجد هيديكي نتيجة حلوة للتجاعيد، وخصوصا لو هتحطين ميك اب عليه كمان. نصيحة صريحة مريحة طلبته مني صاحبتي او الست اللي متربية معايا من احنا صغيرين، وهي راحت باريس، عاشت في باريس وانا عشت في انجلترا. طلبته مني، انا كنت عاملاه بالكركدي، النهارده عملته لها. هي النهارده حاضره على فكره، قاعده في وسطيكم معاكم. حطيت لها الخلطه الاكثر فاعليه هي البنجر. على الكميه دي هتحتاجي 5 كبسولات. ايه ده؟ ايدي حمرا. حمرا اهو حمرا. هتحتاجي 5 كبسولات من فيتامين اي. 5 غزو اند ريحه فيتامين او
تقعدش ببوز السكينة أو بمقص، خليها مقص أحسن من صباعي يطير. هتعملي إيه يا أبي؟ هأنزل بكمية الخمس كبسولات من فيتامين إي أهم 5، وهبتدي أقصقص وأنزل الفيتامين إي هنا. خلاص؟ هقص واحدة ولا اتنين أمامكم، بس هكمل من الجاهز عشان أنا يعني ما عنديش وقت، بس أقدر أعملها لكم عادي. إديها أدي اتنين أهم، عصري فيتامين إي فوق البنجر، غزو عند ريحه، غزو عند ريحه، أربعة يا ماما أربعة. اوكي، خمسة، ليه خمس كبسولات يا أبي؟ لأن دي المادة الوحيدة اللي أقدر أستعملها للنهار فوق الخلطة دي، أي مادة تانية ممكن تضر لي البشرة. بس دي عشان ما كانتش مقصوصة كويس. Here we go. Five capsules. Five capsules of vitamin E. غزو عند ريحه، نزلوا قعدوا جوه هنا مع ريحة المسك. فيتامين اي للتجاعيد، للبشرة هايل، للشعر رهيب، جبار جبار. واشطف ايدي عشان اعرف اشتغل، واديكي الفاينل بتاعه. الوفيرا جل الصبار، بالكمية الصغيرة دي هتاخدي نص ملعقة فقط لا غير من الصبار، هاف اونلي، نص الوفيرا جل. ابوكي الدنيا كلها متزروتيكا، نعم الدرج متزروت، الترابيزة متزروتة، وانزلي بالالوفيرا جل اللي بتحايل على ابوه عند امه ده، ينزل هاف سبون اللؤلؤ الابيض الجاهز مش الفريش. وابتدي ادمجي الالوفيرا جل بتاعك مع باقي المكونات الجبارة الرهيبة دي. سيرم للنهار، المواد اللي فيه فعالة جبارة رهيبة، فيتامين اي كمية كبيرة خمس كبسولات، اهم شيء في الوصفاية دي. خمس كبسولات بيعملون ايه؟ هيدوكي الجلوسي اللي هو اللون التانينج، يعني كذا 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 كذا. وهتبتدي تستنيني ثواني اجيب المكون الجبار الاخير اللي وش السعد عليا، ومش هو اللي بقى متذكر، انتوا فاهمين غلط. الزيت في كل حته، معلش كويس ان جت فيه. اوكي هبقى it. اوه ماي جاد، فين الناس الحلوه اللي ما بتعملش شير دي؟ راحت فين؟ كل يقول لاصحابه ابي لندن ووكر شغاله يا جماعه، ابي لندن ووكر اون فيديو لايف. اوتش، بتكسر ايه يا ابي؟ بكسر دماغك يا بنت الورمه، كسرون دماغك يا رب. الكنز الجميل الجبار يا مجود، الفيديو ده هديه علشانك في باريس، انت واصحابك طلبتي مني حاجة للنهار، انا هعملها لك حالا. اوكي السافرن للاغنياء، السافرن. اوكي الخزين بتاعك ده سره في التكة الأخيرة من البنش اللي هتاخديه من الزعفران.
بنش بين صوابعك اهو. اوكي، هانزل بالسافرون فوق الخلطة دي، لما هيقعد هيطلع دهب. جوه الوصفة دي، ومع نجاح كريم الدهب بتاعي اقدر اقولك ما تغليهوش دلوقتي وانت بتعمليه، هتهدريه، احتفظي بيه في التكة الاخيرة او التركة الاخيرة. ليه؟ عشان كل لما الحاجة دي بتقعد جوه التلاجة وتاخدي منها لونها بيتغير للاقوى، لان الزعفران بينزل مع المادة بتاعتك بيخرج من الشعيرات لون ذهبي جبار. سيرم الذهب من البنجر والمسك والزعفران، سيرم جبار رهيب فعال. اللي بيه كويس قوي علشان تاخدي الدبلان، الدبلان عيلة كاستور في لبنان، خدي الدبلان، دبلي الورقيات او الشعيرات بتاعت الزعفران داخل المادة الاساسية البنجر. ريحة المسك اوريدي تجنن. فيتامين اي تقدري تحطيه بالنهار. الصبار من المكونات اللي بتخش في واقي الشمس. بذور الكتان واقي شمس. احدث سيرم من الذهب نزل مع ابي لندن ووكر، في شيء رهيب فعال. يحفظ في التلاجة، يوضع على البشرة بالنهار او بالليل. ناخد لحظة كمان نجيب بصمة. اما بعمل ماسك بكمل بالكريم، لما بعمل ماسك بكمل بالسيرم، لما بعمل شيء بديله اخوه او ابن عم، وانا وابن عمي على الغريب. يس. وهاتي جار او برطمان نظيف ناشف فاضي، وفضي فيه الكنز بتاعك. ليه كنز؟ لانه اصلي. لانه فعلا اصلي. لا يوضع اي نوع من الزيوت بالنهار. رهيب 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 فعال. امامكم نقرب الحياة ووريكي السيرم اللي هتحطيه، وبعدين تسيبيه على بشرتك يجف، وبعدين تحطي الميكب، او ممكن من غير ميكب خالص سيبي بشرتك تشربه. بصوا الفرق بين هنا وهنا. سيبي البنجر يعيش جوه البرطمان ده ليلة بس واحدة، عشان الزهرة بتاع الذهب دي تعمل اللون الذهبي. ما تسويهوش، لانك على بال ما هتعصريه وتاخدي منه الخلاصة تبقي بتهدري، والشعيرات هتبقى جوه مع باقي الوصفاي، انما هنا الشعيرات داخلية جوه هي قاعدة. بتسيبيه ينشف، البشرة بتشربه نعومة وطراوة، وبعد كده هيحصل شد من ايه؟ من بذور الكتان. مبروك عليكي يا مجود، هدية من اعز صاحبة ليكي في انجلترا لاعز صاحبة ليا في باريس. طلبتيه وانا وعدتك هعملهولك، اهو عملته. تحفة تحفة تحفة. لازم تعملي الماسك الفعال الاول بتاع البنجر او الشماندر الاحمر، وبعدين حطي ده. الاثنين بيعيشوا في التلاجة 10 ايام وانت بتشتغلي، فانت هيبقى عندك خزينك يعني كده. والماسك بتاع الشعر الجبار العالمي كده. ابقى انا اديتك وصفايه فعلا تستاهل تجربيها وتخليها عندك.
عايزه بس ينشف عشان اوريكي. اختفى. انت كده عملتي ايه؟ عملتي واقي للبشره بتاعتك من الشمس. عملتي ايه كمان؟ اديتي شكل حلو قوي لبشرتك، حتى لو هتحطي عليه ميك اب خفيف. يعني ده بقى فعلا لمدة شهر هتحسي بفرق في بشرتك، مش كذب مش تزوير، حقيقة. ماسكات حلوة وجميلة وفعالة، وفي تاني كتير كمان، لكن الدنيا عندي متزروطة. لو اقدر انظف واطلع لكم تاني هطلع تاني. الفستان بتاعي كله احمر، جواه في بقع حمراء دلوقتي، مع اني تعمدت البس الفوشيا عشان لو طرطش ما يبص، بس برضو بص. حبايبي حبايبي حبايبي، ثانك يو حبيبتي، ميرسي خالص ليكي، ثانك يو، شكرا خالص ليكي حبيبتي. والله يا جماعة بصوا ايدي لونها عامل ازاي، انا مش بضحك عليكم. بصوا ايدي دي اللي مخدومة، اللي هي اصلا اشتغل فيها السيروم. بصوا لونها، وبصوا لون ايدي اللي ما اشتغلتش فيها بالسيروم. ميرسي يا عمر، ثانك يو يا سالو. ففعلا بجد هيديكي حاجة جميلة قوي قوي على خدودك، على البشرة، هيشد تحت العين، حقيقي فعلا فعال حلو. I like it. والماسك كمان لعلمك رهيب جبار، ماسك البشرة حلو حلو. التلتمية ولا الربعمية اللي موجودين، و 54,000 اعجاب، بشكركم وبقول لكم 54,000 بوسة ليكم. ان شاء الله باذن الله احاول اشطب المهزلة دي واغسل الحاجات واشيل برطماناتي اللي جاهزة في التلاجة عشان متخسرش. الجو ابتدى يحرر، فاتمنى ان انت لو عايزة فعلا تعملي السان بروتكشن بتاعك او اللوشن او الكريم، اعمليه وجربي. اذا حاسة انه عجبك قرري، اذا عايزة تستعملي الخلطة دي وتحطيها على اي شوية كريم عادي من الكريمات بتاعتك اللي هي الحلوة، تقدري ان انت تحطي الخلطة دي على ملعقة كريم، ويبقى عندك برطمان جبار رهيب بيعيش، والنتيجة لا يصدقها عقل بصراحة، تحفة. وايدي ما بتكدبش، اصلا انا مش ممكن هعمل كده في ايدي، يعني دلوقتي ايدي اهي وايدي اهي. فالف شكر للناس الحلوة، ولو لقيت ان شاء الله كده في دعم وشير بفضلك بليز. انتي لما بتعملي اعجاب بس بدون متابعة مش كفاية، لازم المتابعة للحسابات بتاعتي مع الاعجاب. مش بس اعجابك هو اللي بنعتمد عليه، فبليز بليز اللي ما عملش متابعة يعمل متابعة. خلي شغلي ليه قيمة. الشيء اللي ناجح اللي الناس كلها بتهتم بيه هو المتابعة قبل الاعجاب. الاعجاب بيجي بعد لما انت بتاخدي مني الوصفاية انت تجربيها وتجيب معاكي نتيجة، من هنا بيبتدي الاعجاب، لكن المتابعة هي الاساس. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. See you later, alligator. Bye bye. What? التليفون هيقع، يا دهوتي يا خراب، امشي يا بتورمة.